يا سلام، تم الغاء فقره مقادير لعدم اكتمال. الله يا شيخ، انا هذه كانها تم ايداع الراس. انا موجود. وش اكتمال الفريقين؟ عدم اكتمال الفريقين. لا يعني ما اكتملوا. موجودين بس ما اكتملتوا. يعني انت موجود. تاخذ نقاط وازع. نفس المسرد البارح ياخذ نقاط لانه حضر. عرفت من شلون؟ يا سلام. يعني و صحيتكم الله. انا وانا واثق فيك. مقدم الفقره سيد الفقره على قولتهم. فاكل شيء بكيفي. تبون نكملها نكملها، تبون نلغيها بكيفي. اي والله اللي بكيفي. الغي نقاطك الغيها، اكمل نقاط بكيفي. الله يهديني. صرنا نقفل وذا. لا صراحه شوف نقاط بكيفك، لكن خلي يمدحك بوازعيات. الله كانك تدري. الله. طبعا هنا رساله من ابو محمد بندر. يعني شوف يا ابو محمد، شفت محمد ما هو موجود، خصم عليه. يعني تخيل طلع ابراهيم يوم السبت يجيك الصمام. فيبي قصيده من مناح ويبي وازعيات من وازع. يبشر. نبي مناح يعطينا حقه. مناح شمول. اعطنا اياها مقاسات. هذيك حقت ناصر. اوكي اسلم. ايش رايك؟ لا وش تبون بالضبط؟ لخبط انا. اعطنا اللي تعطينا طارق. محمد اطلب وتجيك معلقات. يا سلام. الله يطول عمرك يا ابو ناصر. وانت ريال اطلب مطبخ يجيك مطابيخ. كل ما يزيد اعتدالي زاد قلبي ميول. ظروف الايام من حقي اذا حقها. قلبي على ضلوع صدري مثل قرع الطبول، كل حين لازم اليام نمرها. طقها خلاني احط من دون المحبه قفول، واكتب قصيده واذا خلصتها اشقها. لجيت اوصفك ما ادري فيك وش عاد اقول، ورغم لجيت اوصفك ما ادري فيك وش عاد اقول. وانا علي الوصوف بجلها ودقها، عيونك وساع ولسانك تقول معسول. ورغم قساوتك فيك اشياء يا رقها، من الاكس لللارج للمديم لين السمول، كل المقاسات منك ماخذه حقها. يا الله صح لسانك يا واحد. صح استاذ. كنت على الجوال مشغول. والله سمعت. والله وجهك على القصيده اللي عطنا وزعيات. شد انتباه الرياجيل. عطنا وزعيات. عفوا عليك بس يا ابو ناصر في مسعدك. والله كفو. يقول صحيت من النوم وانا مستانس. وانصدمت بخبر الله لا يفجعله. محو. واصل يا اخي لا تقطعونا، خلي واصل. واصل لقيت ريان. ولقيت ريان قدامنا يدور المتسابقين. ابو ربيع ما غيري حكي في الاربيزي. الاربيزي خلص علينا والوقت شغال وين الشباب وخصم عليهم. الغى الفقره. طف المستقبل. طف والله كانها طف العداد ذاك اليوم. ماتت الفطر. انا تعبت يا ريان. خلاص لسانك. طيب عموما يا اخوان خلاص نطبخ انا وياك. الى هنا تنتهي فقرتنا. فقرة طبعا مستانس ريان اكثر من ربيع. فعلا انا مستانس لاني يا اخوان تخيل انك اليوم محسوب لك انك انت داومت، لكن هذا منكم. انا يا اخي والله يا اخي احنا مشكلتنا يا ابو ربيع ان نطيح في عالم تاخذها العاطفه. يتبع العاطفة، ما عليه من الباقي، أهم شيء إنه يعني ولا حنا يا إخوان ترى نضرب مشاوير ونضرب، لا تقدرون تفلوا من عروسنا. يا أخوي من الآخرة فقرة فقرتي، أسوي فيها اللي أبي. بالله رجع لي الكاشة حق تلغاء المتسابقين، خلني أتمعن فيها. أتمعن فيها. بسم الله، أنا بناظرها وأنا مستانس، يعني هذا لا يحدث كل يوم. الله، حط لي الكاشة ذي، تم إلغاء تم الغاء فقره المقادير لعدم اكتمال. الله يا اخوان كانهم مبشرين بمولود. لا اله الا الله. شوف 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 على الجماعه. شوف تم الغاء فقره المقادير. شوف شوف لعدم اكتمال الفريق. يا الله هذه يا اخوان لوحه فنيه تقدر باثمان عاليه. مقادير. هذا صوت عواصيف. نعم مقادير. طيب بالله اصبر 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 خلنا نصبر. انا ما اتحمل. وازع نصاب كبير. هذه انا الحين بقصها وبروح اعدل عليها وباثبتها كذا بعلزقها. يعني هذا يعتبر يوم عيد. يحق لك ابروزها. اي لانه يعتبر يوم عيد. فقرتي يوم عيد. ها يوم عيد والله حضورك ومجيك. اي يا اخوي يا على قولة عباس ما اهتم لهم. عموما
مشاهدنا الكريم، تم الغاء فقرة مقادير لهذا اليوم. لا تجد تسلم علي فتاك ولا لا 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 لا. انت شايف الوضع شايف ولا اقول لك افلم؟ والله اني ما شفتك ولا عزاء ولا عزاء ولا عزاء ولا هزلج بالريح ولا عزاء للحاقدين ولا عزاء للحاقدين والمتبكبكين. وابكوا ابكوا بالنهار. ما سويت شيء؟ ابكوا ما سويت شيء. تفضل يا صدر. ويا ليت تخلونا الكاشه هذه 3 دقائق يتمعنون فيها الحاقدين ويبكون. ابوك كلام. امشي امشي. ايش رايك؟ والله عجبني. صورتها؟ اي صورتها. هذه اعظم احتفاليه لي. طيب انا ليش مستانس معك طيب؟ ها؟ انا ليش مستانس معك؟ ما انا ادري. هنا السؤال. بس فعلا والله انها يا اخي حلوه يا اخوان. اقسم بالله حلوه. هي حلوه لكن عقبال ان شاء الله بكره بعد. وتصير احلى 3 ايام حافله. كشفته ماخذها جدول. بكره انا يومي. إذا حضرت الحلقة بتلغى. زين ها؟ إذا حضرت الحلقة بتلغى. لا ما عليك، راح أقعد العيال من الساعة 10. الله. يا إخوان ويا شو اسمه؟ أنا بالعكس تدري أنا ماني ماخذها جدول إلا إني مستانس. قول لي ليش؟ واي. هو شوف أنا جاي خلاص قدي وصلت. مش تعب عليك هو. عرفت شلون؟ علم عماركم. احنا أدرك شو اسمه علومنا. يوم إني أضرب لا أنت. فا شوف يا الاخوان والله ما ادري ايش اقول، ولكن يعني احس ان شعور وناسه. تم الغاء الفقره، احس اني مستانس. ريان بكره اخر يوم صح؟ لا ها مطول. الاسبوع الجاي موجود الحين اللي يرجعوا حقين البرايم شغال معهم مقادير. شغال الحمد لله. اخر مقدم الظهر يوقف انا. حلو وشغال والله. انا اعتبر هذا ظلم بحقك. كلمه الحق والله ما ينزل منها ان الشيء هذا ظلم بحقك. يعني العيال ختموا فقراتهم، اخر واحد ختم فقراته البارح عبد العزيز الاسلمي. فالاسبوع الجاي اصلا احنا محن فاضيين للفقرات فعلا. ولا الوقت لك انت يا ريان طول العمر الله يرحم والديك، لكن كفقرات فعلا هذا الصحيح. الاسبوع الجاي انها تلغى فقره مقادير. اسمع بس اللي ختموا مشعل عزوز صح؟ ايه كل ما محمد يفرح هذا كله نايت. عباس بيجيكم بكره الظاهر بيحكي محمد يفرح بعد خلاص. ايه لا محمد يفرح الاسبوع الجاي لان حلقه واحده في الاسبوع. يفرح يختم الاسبوع الجاي. يعني الاسبوع الجاي بيجي؟ ايه حلقه واحده بس. انت ما تتكلمني عن حلقه كل يوم حلقه 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 حلقه. والله تعب عليك. ويش؟ مقادير يوم. يا اخوان يا اخي علموا انفسكم. اضرب مشوار وبالخير. يا الله الدنيا هذه هي صح. عموما التاريخ 3 انواع: هجري وميلادي وانت. وريان بن محمد. الله يسلمك. بيض الله وجهك. بسم الله. انا لو طولت شوي احتمال اني ادوب. عموما وصلنا الى نهايه فقره مقادير. لا نقول وداعا بل نقول الى اللقاء غدا. والاسبوع الجاي راح نقول وداعا، ما راح نقول الى اللقاء، بنقول وداعا. افا وداعا يعني انك من الان النسخه الجايه ما تبي تقدم معهم. بيجون ناس مثلكم بالنسخه الجايه؟ مثلنا كيف يعني؟ زيكم؟ لا ما اتوقع مثلنا راح. اذا ما هم جايين مثلكم انا ما ابغى اقدم. يا حبيبي ابي ناس مثلكم بالاوصاف وبالاشكال وبالكلام وبالموضوع وبالخصومات. ولا بالعكس ما يا ولد والله عمري خصمت عليكم. لا والله هذا مظلوم للجميع. الربع بسوي لكم سالفه الريان حد المرات. انت ما عندك شغل عادي خلني نتعلل. والله ودي امشي. لا ما تمشي اصبر. وانا بالمقادير الحالي اطقطق معه ما ادري كيف امزح معه. لحالك ها؟ لحالي انا وقتها. لا الحالي من فريقي، الفريق الثاني موجودين. والله ما ادري كيف الكات قلت له يا رجال انا فقر، انا طبخي افضل طبخ. منا قلت يا رجال انت ايش عرفك؟ قال ترى نستعين بابو ربيع. قلت يا رجل لو تستعين شو اسمه هذا الطباخ هذا اللي يسوي كذا نصرت. والله احنا بدينا فقره يوم خلص يوم شفت هذا صفتي وخلص. تذكر شخصنها معي لدرجه خلنا قال شباب نطلع فاصل الان يجي ابو ربيع. يوم اخذت شوي الا دخلت ابو ربيع ما صدق خبر. يوم اخذت هو يقيم الطعام الشكل الوقت. لا تقول صلابي شرق ريان ما هي بهي. قال والله هذا اللي تقوله يا ولد. صراحة من يومها قمت متحفظ معه يعني ما من عليه زيادة. أحسن. مع إني شوف محسن الظن فيه. يجي وأمس جاء وأنا أول من استقبله واليوم جاء وأنا وبكرة. لكن يلا. ما تقصر. قاموا يتشكون. قام عموما. مع السلامة. مع السلامة.
شكرا لا 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 شكرا للفقرة الملغية ناحي تكال الله ناحي ودعناكم الله شكرا ناحي شكرا ناحي الله يهوك أتزعلني يا أخي. إيه عموماً إحنا بغينا الفقرة بسبب عدم اكتمال الفريقين. أتمنى أن ولا أقول لكم كيف تبي تزعل عزيزي مشاهد تجرفك العاطفة كيف تزعل، ولكن إحنا عند النظام نظام شو اسمه غياب المتسابقين تبي أتكي وانتظرهم متى ما يصحون ونقدم الفقرة؟ لا طبيعي لا. عموما أبكوا أبكوا